الناحية المائية. سمك ذات الرداء الأحمر. تفصل معايا. خد بالك عامل فيش منه كده المباراه دي. هو شاسمه متمسح شويه. شبه خنزير. شبه خنزير. تقريبا وفاهم جدا. ممكن تكون من زمان. تعيش يا طبعا. هي اكيد متضايق من ايه على في الفور. اذا انا ما كنتش صوت العرموش اهو. بص الكراميل ده في النيل يا عم. ده في النيل يا عم. ده بص انا صور عمي ده في البحر. في النيل في البحر ده غير بتاع النيل. ما هي عزم غير بتاع النيل. لا ده I'm going to go to the hospital.
بص للضوء ازاي، بص للضوء بتاع الكاميرا، سبحان الله. وقار حلبيش ده ظبط الوقار بقى محمود حلبيش اللي بقى مستوي مع الجزيره بتاع الوقار. Yeah.
صحيح يا بابا وما قدرتش ارجع لسه مخلص مفيش ساعتين كده. قلت ما ينفعش ارجع في الجرجا الصبح. جاني شغل في اسكندريه ايه؟ الصبح ان شاء الله هنروح مصر على الساعه 11 12 الصبح. اه. دي اسماك الخنزير جنوب البحر المتوسط.